The white zone is for immediate. Do you think there's life on other planets? Several other people with me, sure. We all have the same thing. The number you have called has been disconnected. We're standing up there still. Disconnected. مشاهدينا مشاهدين برنامج مشوار مع نجم، اهلا وسهلا بكم في حلقتنا اليوم مع مشوار مع نجم. نجمنا اليوم نجم خلينا نقولوا يلعب مع جيلين، يعني جيل مازال يلعب لعن توه ما شاء الله محافظ على نفسه، يعتبر يعني حتى هو لعب صغير في فترته، يعني نجم لعب مع نجوم كبار، لعب مع الجيل الذهبي كيف ما نقولوا، الجيل اللي كان يعني في الألفينات، يعني قبل 2010، وما زال يلعب وما زال نجم كبير جدا. نجمنا أبدع، ويعني كان حتى قائد للمنتخب الليبي. نجمنا هو نجم فريق الهلال ونجم منتخب ليبي فيصل البدري. السلام عليكم كابتن علاء. كابتن فيصل، شنجاو؟ شنمورك؟ شنمورك؟ شنداير؟ الله يسلمك. شنداير؟ والله في نعمة، شنمورك؟ خذينك من التمارين ولا شنو؟ ها؟ خذينك من التمارين؟ بدري. شنجاو يا فيصل؟ سلمك، شنمورك؟ تمام والله. الله يبارك فيك. أمور طيبة؟ والله 100% كابتن، شنمورك؟ أنسنا يا كابتن. الله ينسى. شنمورك أنت؟ فيصل بدري، لما نحكوا عليه فيصل بدري، نحكوا عليه نجم، يعني لعب في جيلين، يعني هو لعب صغير في السن، لعب مع الجيل كما نقولوا الجيل الذهبي نحن، يعني لعبت في جيل من قبل 2010، يعني كنت يعني نجم في حتى قبل 2010 كنت من نجوم المنتخب، يعني وما زلت محافظ على نفسك في استمراريه، وما زلت محافظ على نفسك، يعني نحن نقولوا في بعد ما بعد 2010 نحن لعبنا تقريبا ثلاث دوريات ولا ثلاث دوريات ونص. انت فيصل ما زلت محافظ على نفسك حتى الموسم هذا، قاعد في قائمه الهدافين وانت النجم الاول في الفريق. اول شيء نسالك فيه فيصل، موضوع الاستمراريه اللي عندك هذا. اول شيء كما قلت لك هو توفيق من الله سبحانه وتعالى. كما تعرف يا كابتن، انت لاعب كوره وتعرف الشيء هذا، عندك الرغبه. الرغبه هي اللي توصلك للشيء هذا، يعني السهل انك توصل الهدف، صعب انك تحافظ على المكان اللي وصلت له. الموضوع يتطلب جهد، يتطلب تعب، يتطلب تضحيات، وقبل كل هذا قلت لك التوفيق من الله سبحانه وتعالى. وانت فيصل من الرياضيين اللي تحب التمارين ومحافظ على نفسك، يعني هذه بشهاده حتى المدربين دربوك، يعني انت من الرياضي اللي عقلك في الكوره بس، ما حتى يعني خلينا ندوب الندوه واضحه للناس كلهم. فيصل يعني حتى مرات انت تلعب نص موسم زد ما اخذتش فلوسك عادي، الانديه اللي لعبت فيها ما تدورش، يعني اهم حاجه انك انت ديما في الملعب موجود. هي كما قلت لك، انت لما اخترت حاجه اخترت انك تكون رياضي، اي المفروض انك لما تختار مجال معين المفروض انك تحط في راسك انك تقعد حاجه مميزه في المجال بتاعك. فمش تقعد حاجه مميزه تطلب موضوع، تطلب تضحيات منك، تطلب تنازلات، فهمت؟ وعارف ان التاخير في الحاجات الماديات ياثر على نيه، يعني ياثر، بس في الاخير ممكن انت تتعامل مع ناس محل ثقه، يعني هن جياتك لو جياتك تول، جيتك 10 ايام ولا بعد شهر،
جيات جيات مانيش ريحات فهمت. يعني انت تعمل في الموضوع انك عندك ثقة مع الناس اللي قدامك يعني انت تحط فيهم الثقة وتقعد عقلك في الملعب بس اكيد لانك تفصل كل شيء مش تنجح ضروري تفصل كل شيء توصل مادياتك عن حياتك الرياضية او لو تبي تنجح تقعد مميز يعني وتبي تستمر كيف ما قلت انت تو هذه او من البداية فيصل وصلنا الرسالة يعني انك انت يعني نقصوا عليك الفلوس مش داعي توقف تمارين ومش لا داعي مش لازم طالب تمرن بس طالب 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 وتمرن لانك حتى اخطر في الحالتين انت لو وقفت لانك انت لما تقدر طالب وانت في فورم خير ما تطالب وانت وانت راقد اكيد ما ترقد انت حد ياخذ مكانك بعدين حتى المطالبه بتاعك تقعد شيء تقدر حتى موقفك يتضايق شويه بس ديما انت كما قلت لك حافظ وتنازل في نفس الوقت طالب تقعد والمطالبه كما قلت لك لها اوقات يعني وعلى حسب الناس انت اللي تتعامل معاهم حقنا في نادي الهلال ما عنديش مشكله في التعامل مع الناس اللي قاعده هي رساله انا ناس الجمهور الرياضي انا لعبت في الهلال لعبت موسم في الهلال من افضل الادارات اللي تعامل معهم في حياتك نادي الهلال ما يكلش في حق حد نادي ديما اسم عادي ماشي مش بشاتي انا ماشي على ليبيا كلها نادي الهلال انه من النوادي اللي ما يكلش في حق حد يعني انا واحد من الناس لعبت 6 شهور في نادي الهلال كانت اعاره بعد نهايه الموسم وروحت خلاص كمل حتى تمرين ماش بخاش خشيت نادي الهلال تفاجأت بمكالمة من جودة ربي مسيه بالخير وين يا كابتن نبيك وكذا وانا صدمت يعني جيت للجعودة قال لي يدينا باقي مستحقاتك وانا كنت اصلا حول من البليبك والله ما ننساها هذه للتاريخ يعني فيصل في نقطة مهمة بك في حياتك في مسيرتك في مرحلة قوية بك اللي هي نيكولا نيكولا هو المدرب الصربي جاك في الهلال نيكولا هذا تقريبا حتى غير حتى مركزه غير لي مركزي هو دي النقله اللي كانت في المركز نتاعي والنقله اللي كانت عن طريق المدرب هذا يعني في ناس كما قلت لك لهم الفضل وظلوا نذكرهم كما قلت لك استاذ محمود براو واستاذ حميد علي استاذ فرج الفيتوري ان شاء الله ربي يمتع بالصحه يمر بوعكه صحيه ان شاء الله ان شاء الله ربي يشفيه ان شاء الله ربي يشفيه ان شاء الله ويمتع بصحته فالنقله جت عن طريق نيكولا انا كنت نلعب صانع لعب يعني كنت 10 جاء نيكولا فقال لي انت راه مكانك مش انا صارت ممكن حتى انا صغير شويه صارت لي نكسه يعني 10 وتسجل وقريب من جول شوف هذه اللقطه هذه انت وانت صغير حسيت روحك انك انت حاجه مش كويسه وهي افضل حاجه في حياتك خشوني والله نذكر يا كابتن خشوني الاداره محمود براوي ونيكولا بيش قد والاداري بيدك يعني احنا جايين حتى مسيب بخير لما تحيه منها فخشوني قد يقنعوا فيه انت مكانك مش هنا مكانك كرا وصنع لعب متاخر صنع كذا فقعدت فتره باش انا تاقلمت مع الموضوع هذا وباش استوعبت الموضوع هذا وتوا كما قلت لك تو وقفت على كلامه يعني الحمد لله اللي سمعت الكلام ومشيت في الاتجاه هذا فتو هو مركزي كما قلت لك اللي هو قدام المدافع الارتكاز يعني صنع لعب متاخر سنة لعب متأخر وهذه فيصل على فكرة في ليبيا تقريبا مش نقول أنت تقريبا اللاعبين الوحيدين أو القليلين اللي في ليبيا اللي يلعب ارتكاز ويصنع في اللعب فهذه راه قدت ميزة شوف أنت من قوتك مدرب أنت كنت موش غاية تو هي قوتك يعني كابتن أنت كما قلت لك أنا تو بتسهل لي الحديث معك تو أنت بحكم أنك في رياضي لعبت في أندية كبيرة وحكم أنك تو قصدي قريب ودربت قريب وقاعد في مجال الرياضة الناس انه واخذ علي انه فيصل صانع لعب صانع انا مر الموضوع هذا تعبني شويه يعني في ناس لا انا نشوف ناس يقول لك لا فيصل قدم فيصل قدم فيصل فيصل مش من نوعيه الرياضيين اللي قدم فيصل انا نوجه معلش فيصل ايوه خذها انت خير وجهها انت يا ناس فيصل من نوعيه الرياضيين اللي ما يبدعش في الضيق جوا اللي هو صناعه اللعب اللي جوا اللي ورا التسعه ورا التسعه اللعيب اللي ورا التسعه تطول الكوره ما تجي فيصل ما يقعدش هيك فيصل لازم يبان عليه الملعب كله لان عنده اللونج قوي بكل فلازم يقعد في الظهر اللاعبين الوسط واللاعبين المهاجمين باش يبان عليه الملعب كله يعني تشوفه كان تركز حتى فيصل بدري لما يجي يطلب في الكوره يخلي في ظهره للملعب المنتهي يعني الخط الملعب يخلي في الملعب كله قدامه فهذه هي قوته يعني فيصل لو يقدم قدام مش حيبدع كيف ما هو لاورا هذه رسالة 100% فأنا عانيت منها تعبني من المنتخب وقلت لك ممكن حتى صار لي ممكن مشكلة مع حكيتها أنا ممكن مع المدرب نفسه اللي هو كليمنتي اللي له فاضل كبير طبعا مدرب كبير وغني على التعريف فجاني قال لي كنت نلعب أنا في الشان كنا نلعب باثنين بس بالأربعة أربعة اثنين يعني بالأربعة أربعة اثنين عادي تاخذ حريتك كاملة ويقعد معك مثلا حد
مثلا ارتكاز اكثر من هو صانع العاب اللي هو كان محمد شبلي، فكنت انا عندي الحريه اكثر من محمد شبلي نمشي ونرجع بوكس. فبعدها لما بعد الشان قعدنا نلعبوا بالأربعة ثلاثة ثلاثة اللي هم مثال اثنين ارتكاز وصانع لعب قعد حطني انا قدام. فانا كما قلت انت يعني كل واحد وامكانياته، كل واحد يعرف نقاط قوته يلعب عليه، انا نعرف نقاط قوتي نلعب عليه، ما نمشيش للمكان اللي فيه انا كما نقول وش نقول لك ماهيش مكان موش قوتي، نعرف انا نعرف انت تو المكانات هذين اللي يلعب وراء المهاجم يبدع فيه اللعيب ستايل طارق التايب اللي هو طارق التايب يمسك مواصفات ما يمسك ويلعب في البيني القصير طارق فيصل البدري البيني بتاعه لازم يكون من بعيد عنده اللونج كويس عنده الباس كويس عنده الشوت كويس عنده البوكس تو بوكس فهذه لازم الناس توصلها لان نشوف نقرا فيها واجد فيصل لازم يقدم حتى انا هذه تعب ايتني من ايام المنتخب وتول عن تول السنه هذه في الهلال نفس القصه صايره نفس قصة فيصل لو يقدموه يكون احسن فيصل لو عادي لو انك مثلا بتلعب بارتكاز واحد واثنين صناع لعب مثلا كيما نقول مثلث برافو عليك عادي هذه ماش مش مشكله نلعب في الاثنين قد بس انك تحط اثنين ارتكاز تحطني ناس صانع لعب اللي هو تحت واحد صانع لعب لان يقعد وراك اثنين ارتكاز انت من طبيعه لعبك حترجع معاه حتقعدوا ثلاثة ارتكاز نرجع حيكون في نقص في انا نسبب مشكله في موضوع في التكتيك للفريق جو حنسبب مشكله هذه النقطة هذه تحسب لنقل لأنه تحسب لنقل ونبي الناس تفهمها تو أنا ممكن أراو كابتن عارف الموضوع هذا 6-7 سنوات فاتن عارف يعني في مواجد ما عمريش طلعت بررت وعمري طلعت حكيت والعمر وصلت المعلومة فالناس اللي قريبة من الكورة في مجال الرياضي تفهم الشيء هذا الناس الجمهور اللي تسمع فيصل صانع لها فيصل لها 10 فيصل 9.5 يلعب ورق أنا موضوع النقطة هذه النقطة هذه وصلناها للناس وراء هذا كل لعيب وستايل لعبة كل لعيب ومش نذكر أمثلة أوروبية لأنك ممكن اللي بنتوا تفهموها حاجة بس عدوا يراجعوا فيه رياضيين أوروبيين في صانع لعب متأخر صح ومش نذكر أنا بس في عدي لو تراجع في مثلا نقولوا فيرون الأرجنتيني زمان كان لعب ارتكاز وصنع العاب وستايله كيف فيصل انه يلعب من لارا ويصنع في اللعب من لارا مثلا حتى توني كروز مثلا توني بيرلو. كروز بيرلو يصنع في اللعب من هو اخر لعيب اخرى مش حتى يلعب ارتكاز قدام ما فيدال وكينو بوك صح مزبوط فالناس فالموضوع هذا تعبني فانت لخصت الموضوع تمام فيصل سؤالك ضروري ينسال شين ينقص الهلال باش ياخذ بطوله انت رايتك خذ مساحة انت لعبت الهلال انت والهلال ديما منجم للمواهب ديما فاروق الفريق يعني تو نحكو حتى في الجيل اللي تو فريق كم تو موسم في 2021 يعني عندكم لاعبين قوا بكل في على مستوى ليبيا يعني ليش الهلال ما ياخذش بطوله هذا السؤال اللي لازم انا نعطيك شيء تو انا العشر سنوات الاخيره اللي هي بعد الثوره لعبنا 3.5 مواسم ولا 4 مواسم ما تقلناش 4 مواسم كاملات يعني 3.5 مظبوط فأنا في فريق لو استمرينا مع بعضنا هو فريق 2013-2014 يا كابتن مظبوط هو شيء في علم الغيب بس مزبوط. الفريق هذاك كان نجوم كان فريق نجوم كان كامل فريق الحق وكنا لو استمرينا سنتين ثلاثة أنا متأكد كنت حناخذه شيء حناخذه بطولة معناته هو نقطة الهلال ما ياخذش بطولة معنا استمرارية الاستمرارية هذيك لو فريقنا 2013-2014 فريق هذاك كلنا نجوم ممكن كنا فريقنا هذاك كان 4 منا في المنتخب يلعبوا بصفة رسمية فترة هذيك قال الناس اللي قاعدة كانت حتى ممكن تستاهل المنتخب مزبوط. بس فترة هذيك اللي هي صار ان الظروف صار الحرب صارت هي اللي فريق طردش فتوى من جديد عاود الفريق كما قلت انت الهلال يملك تو فريق شاب يملك فريق شاب وعنده رياضيين ينقص فريق الهلال تو فريق بتاع نحكي له النضج الكروي فيصل بنصرك علي نحكوا نطلعوا من الهلال شويه لان انت مهما تحكي في الهلال ما تعطيهمش حقهم هذا ناديك نادي الام ونادي نحترموه ونقدروه من الانديه الكبيره في ليبيا وان شاء الله نشوفوا الهلال في منصات التتويج ان شاء الله قريب نطلعوا من الهلال شويه وخشوا للمنتخب فيصل انت كنت من الجيل الذهبي اللي حقق البطوله بتاع الشان اللي كانت في جنوب افريقيا فرحت الليبيين حكينا اسباب البطوله كواليس البطوله شين كان تاثير المدرب كليمنتي عليكم يعني خلينا نقولوا يعني من الاخير بكم ما كانتش متوقعه وجبتوها انتم يعني كواليس البطوله كيف كانت دور المدرب قلت لك توفيق طبعا يرجع لله سبحانه وتعالى قبل كل شيء فالبطوله هذيك مستحيل تنسى يا كابتن شفت الواحد حتى قلت لك اني متن هدرس يعني مش حتى مثلا الناس تفهم في كوره ولا تتبع في الرياضه يعني حتى العزايز حتى الشياب حتى العيال الصغار يعني خضت صخم كبير في الوقت هذاك والها كما قلت لك لها مكانة خاصة يعني حتى تذكرها تو تفرح تفرح صح
وكما قلت انت يعني ما كانتش متوقع. نحن نذكر انه في شهر 11 في شهر 11 في 2013 هي كانت في 2014 في شهر 11 اللي هو جابوا تعاقد مع كليمنتي. طبعا كان المنتخب يملك نجوم وكان منتخب وقت هذاك ضحى بالنجوم من اجل الشباب، وكانت البطوله في شهر واحد يعني بعد شهرين. مزبوط، يعني تقدر تقول حول 20 رياضي ولا 18 رياضي، اسماء كبيره يعني أسماء. احمد سعد وبكر العبيدي مثلا ومحمد مغرب كانوا محمد نجوم كبار، والشيباني محمد سناني ومحمد سناني كانوا نجوم كبار يعني. هذه مجازفه دار المدرب وجات معاه. انا فتره هذيك ما قلت انت مش متوقع يعني خشينا من مش بتشارك يعني مش بتاخذ لقب صح. يعني اغلبيته متجدد المنتخب يعني نقول لك 90% وجوه جديده يا كابتن صح. فنحن من بعد طلعنا من الدور الاول اللي هو جوزناه ترشحنا هذاك يوم نحن املنا بحظوظنا اكثر لان قاعد شفنا الفرق وتفرجنا على المنتخبات تفرجنا على المباريات نتاعنا املنا بحظوظنا الوقت هذاك اللي هي المباراه المعروفه نتاع عبد الرحمن العمامي كنا قاب قوسين ودنا ان نحن طالعين بس بعد المباراه ذيك اعطتنا حافز كبير البطوله هذيك ان نقدروا نوصلوا قدام وان نقدروا نظفروا باللقب. فحتى نذكر ان استاذ ناصر الحضيري مسيه بالخير استاذ ناصر استاذنا وكابتننا مسيه بالخير الحق. فنذكر اول اجتماع خش هو واستاذ حتى استاذ عز الدين بيزاح حتى مسيه بالخير كابتن عز الدين بدون كليمنتي خش والله قبل ما تبدا البطوله كتبنا احنا كما قلت وجوه جديده ومنتخبات نلعب معهم غانا والسنغال المغرب كذا منتخبات كبيره. فكتب جاء على صبوره كتب يوم النهائي يوم كذا كذا ليبيا علامة استفهام قال الخصم اللي يجينا فنحن في اللي خضاها هذه قبل البطوله قبل ما تبدا البطوله من كتبها؟ كتب ناصر الحضير هذه التاريخ يا جماعه والله هذه للتاريخ معلومه هذه مش تقدر تسال الرياضيه هذه مش طالعه المعلومه حتى في الرياضيين اللي استهزأ بالموضوع فهمت يقول لك شنو مثلا ما بدينا بكره نلعب ضد منتخبات قلت لك بساميه كتب ليبيا وجاء يلا ودار استفهام قال من الخصم اللي بيجينا هذه للتاريخ قال يديروا فيها منتخب مصر يديروا فيها وائل جمعه ويديروا فيها جماعه فكما قلت انت للتاريخ كمان لو نحكي لك على البطوله هذيك تبينا يومين او ثلاثه باش ندرسنا في الدكتور تمام كل العوامل كانت عوام النجاح يعني كل نجاح بس في معلومه عرفتها فيصل يعني البطوله هذيك لعبتوا ثلاث مباريات ركنا جزاء تقريبا لعبنا ثلاث مباريات اللي هي تقدر تقول كل وصلنا لنا ركله جزاء معلش تو ركله جزاء في معلومه وصلتني انكم انتوا كنتوا في الكليمنتي ما يتمرنش على ركله جزاء في التمرين مزبوط ما يتفاعلوش بها ما تمرنوش عليه ما تمرنتوش عليه بكل ما تمرنوش عليه حتى لما قلت لك مشينا للادوار الاقصائيه ما تمرنوش عليه وهذه حاجه غريبه يعني ما غريب قضينا البطوله بركله الترجيح يعني كان الدافع النفسي يعني الرياضي يخش يصبع يقولي مش متمرن عليها لكن النفسيه بتاعها هو اللي حاطه دوله في شيء في انت لعبت وتعرف ان في يجيك احساس لما كل مره تقدم تدير نتائج يجيك احساس انك قريب من الشيء هذا انت قريب تظفر به وكما قلت لك احنا املنا بحظوظنا بعد الادوار الاقصائيه املنا بحظوظنا الحمد لله كان توفيق من الله سبحانه وتعالى والناس ما قصرتش فيصل صارت في سوء تفاهم صار بينه وبين كليمنتي هل في البطوله ولا بعد البطوله في سوء تفاهم صار بينه وبين كليمنتي خاطئ على المركز هذا قصه المركز العشرة هذا بعد البطوله تمام في سوء تفاهم وبعدين درست معاه في سوء تفاهم صار اخرى في سوء تفاهم صار على الكابتن لا هذه كابتن بعدها هذه في تصفية كأس العالم ضد رواندا 2015 ممكن 2015 انت وجعتك انها كانت في كلمة كانت في كلمة كانت وما وفوش بالكلمة وما وفوش بها وانا كما قلت لك انا والله راه في حياتي كلها نتعامل بالكلمة لان صارت مشكلة كبيرة قبل المباراة وكانت راه في ونحن نغير وجوه في حجرة الملابس فصارت المشكلة جاني استاذ ناصر بعدها قال لي فيصل الموضوع كما تقول انا يمون علي استاذ ناصر الحق لها معزة كبيرة بكل فقال لي فيصل راه 1-2-3 قلت له والله يستاهل عليك المباراه ذيك فزنا انتهت 1 شيء وريجولي سجلت انا ومشيت لاستاذ ناصر تمام هذه طالعه الناس وعارفينها فيصل بعد البطوله وبعد صاغ نجمك وقعدت نجم كبير وتحصلت على جائزه افضل لاعب في الموسم في ليبيا جاك عرض احتراف قوي بكر في روسيا ومشيت تقريبا وخلاص يعني كان الموضوع شبه تام الموضوع ما صارش لو تحكينا اسباب ما صارش بس حتى انت ما كنتش مرحب بالموضوع انت والله كيف ما نقول كنت كيف ما نقول انك تريحت من الموضوع الحاجه كيفك لان مشيت انا كيف ما قلت لك والله يا كابتن
جني عروض احترافيه ممكن مستوى الوطن العربي جني. بس انا في شيء هيك ممكن الناس تو يقول لك ياخذوها بالناحيه السلبيه. طبعي وشخص انها تمشيش برا. انا مانيش من النوعيه اللي مثلا غربه وقصه ما تقدرش عليها. ما نقدرش عليها. يعني مشيت طرابلس اجتهاد سنه حد الناس ما مش قص ما قصروش معايا وقاعد في ليبيا حتى في طرابلس تعبت من الغربه يعني ما نحبش. انا هنا مكاني هادي وكذا وبنغازي بس لو موضوع يا شر العنصريه لو موضوع بس هيك انسان طبيعتك ما تبدعش وما تريحش الموضوع نفسي هو النفسيه تعتمد على كل شيء. مش ندم عليه فيصل والله ما ندم. مش ندم انك ما احترفتش؟ لا والله ما ندم. ورا وجاتني وكان اختبار يا كابتن كان اختبار مع فريق اسمه روستوف الروسي. مشيت عسكرت معاه في النمسا وقت طلعت فيزا في النمسا مشيت عسكرت في النمسا ممكن اسبوع 10 ايام اموري تمام. كنت نمشي نلعب يعني هم روحوا الروسي انا روحت لتونس. هي مشكله تاشيره عمل دوله روسيا ما جريتش عليه واجد انت والله جريت عليه الحق بس يوم اللي ما صارش منها ما زعلتش والله. في ايباد في ترسكوت انا تفتحه خطرت عليه الجمهور وهي من الجمهور وانت من اللاعبين اللي لحقت على الجمهور في جيل توم لحقت على الجمهور بكره بس في جيل ملحق الجمهور ما شافش الجمهور يوم رجله تنفجع انت من الرياضيين الجيل اللي لحقت على الدنيا وعلى حتى الرياضيين الاولين. افتح العباد ابغى هيك الفصل هاي في جول لك يا فيصل افتح الجول هذا يا هذا الجول توغو ليبيا توغو تصفية كأس العالم هي ركلة جزاء لايطة تنساها في حياتك؟ لا والله ما انساها عندك العلم حتى نعود فيها في الحوش سماعات حط سماعات نسمع فيها لايطة غريبة بقر قصدي الملعب مذكرة ما فيش وين تقامز يا تسم وكانت عارف كان حدث يعني كانت ممكن تاني مباراة بعد الثورة يعني سنتين ما لعبناش على أرضنا هذا من جميع شوفه هاي الجمهور والله المذكر بيش وين قاعد بيت غريب يا كابتن تجيد الزواج والله كان حيفرق معنا وقت الجمهور في التصفيات اللي فاتت في كأس أفريقيا كأس العالم والله كان حيفرق معنا فرق معنا لعبنا مباراتين في أرضنا يا ناس الجمهور الليبي هذا الشعب الليبي يبي كورة يبي يفرح هذا الشعب الليبي رسالة بالليل مسؤولين عودونا فكون الحضر الحمد لله انفضكم نبوا ملعبنا مستوى البنية التحتية ترقى فيصل في يقول واحد آخر هنا في هذا الملعب بطولة عربية المغرب نهاية كل مشاهد نهاية بطولة عربية فيه لعب في وقت أشوف عند 87 ممكن 87 على الوقت الأصلي الكرة الآن ملعوبة للأمام العرضية الآن ملعوبة بشكل ممتاز للأسف خسرنا فيها خسرنا بركلة ترجيح نهاية خسرنا بركلة ترجيح بس مباراة للذاكرة والله البطولة العربية كانت في السعودية في 2012 ونهاية مع المغرب الرباعي طلعنا السعودية هي بطولة تقعد في الذاكرة حق بطولة عربية وأحفاد المختار وشيء يرفع الراس معلقة عبد الحفيظ الربيش صاحبه والله كم مدرب له فضل كبير بكل علي الحق ما مستحيل ننسى يعني اعطاني فرصتي وانا ممكن عمري 17 سنة ممكن وحاجه ممكن اذكرها اني اول ما لعبت فريق الاول هو اللي اعطاني فرصتي والمنتخب نفس الشيء منتخب ممكن في 2009 2010 اول حاجه مع برانكو الصربي 2009 وبعدها اللي هو باكيتا مع باكيتا بعدين استاد عبد الحفيظ طبعا وقفت الثورة وكذا بعدين اول استدعاء بعد الثورة كان استاد عبد الحفيظ هو المدرب استدعاء كان عن طريق الاستاد له الفضل موجه له تحية حق فيصل تو عندنا عندي فقرة هيك اول حاجة بنسألك كم سؤال هيك نبي نعرف اقرب لعيب لك داخل الملعب مسيرتك كلها احمد سعد داخل الملعب انت احمد سعد كنت سعد وخارج الملعب اقرب لعيب حاليا طارق الصيدي حاليا افضل هدف يعز عليك على طول قولي في سمير عبود في 2009
لما يقدر يقول علي حارس كبير بس من عبوته لا هي لا لا تقول لا طعمته مستحيل مستحيل ينسى يا جماعة حتى أنا في اسم مسجل علي أنا من عامل مشترك لما تسجل علي سمير عبود حاجة كبيرة سمير عبود تحية له نجم كبير وخلوق ومحترم شهادة لله أنه من الشخصيات اللي عزن عليها سواء برا الملعب سواء قيمته والفنية داخل الملعب. فيصل تو مطلوب منك تعطيني تشكيلة من اللاعبين اللي لعبت معهم تشكيلة كاملة من اللاعبين اللي لعبت معهم لازم تعطيني من التشكيلة 11 من اللاعبين اللي لعبت معهم نبدأ بالحارس بنعطيك بس نعطيك تشكيلة نعم خليك تعطيني 3-4 احتياط اللي لعبت معهم في المنتخب انت اللي براحتك لا لا مش نقول لك اللي لعبت مثلا معهم في الهلال ولا في الاتحاد اعطيني اللي لعبت معهم في المنتخب تمام انت تبي تدير هاي كذا اللي لعبت معهم في المنتخب تمام حارس المرمى احطه تحت خطين حمر اللي لعبت معهم في المنتخب تمام حارس المرمى واضحه سمير سمير ظهير يمين بنلعب ثلاثة لورا تلعب ثلاثة انا بثلاثة ثلاثة لورا سلامة سلامة التربي التربي يونس الشيباني يونس الشيباني تمام أربعة في الوسط أربعة في الوسط خمسة في الوسط أربعة في الوسط أربعة في الوسط باه تمام عندك ثلاثة لورا خمسة ثلاثة خمسة اثنين ثلاثة خمسة اثنين خمسة في الوسط تمام باه الخمسة اللي في النص عندك خط اليمين عبادي بريش عبد العزيز بريش تمام الشمال محمد المغربي محمد المغربي تمام ثلاثة اللي في النص عندك بكر شوشو بكر لعبيدي بكر لعبيدي محمد شبلي طارق التاي ساعتين احمد سعد واحمد المصري لكن ما تخسرش بكره يا فيصل مستحيل اخسر بس اسمعني راه في تشكيله حتفوز عليك عرفت تشكيله من استاذ نصر الحضيري ترى تشكيلته يلعب 4-2-4 وهو من اللي في النص هو بوفا الجزيري وحط تسعات ليبيا كلهم قدام هو بوفا الجزيري ما انا حاط ساتر حاط بوسعده واحمد سعد واحمد المصري احمد بوسعده وعز الدين بيزان تقريبا تقريبا ونيس خير يعني ثلاثة فوز عليه فوز عليه ممكن تسيطر عليه في النص هذا مش النص وحط خمسة وحط اثنين بس تمام باهي فيصل توا الفقرة الأخيرة آخر فقرة عندنا اللي هي احنا فقرة نجم وحبيبة عيالي مسميها نجم وحبيبة العبري ديما ندير فيهم في الحوش معناتها نعطيك خيارين وتختار واحد من عشرة عندك بس واحد ربي خيارات الله يسلمك في خيارات صعبة وخيارات سهلة هو مفروض أن يكون في بس واحد يا فيصل من عشرة تماما مرات ما استحقوا لاش بطل بس باي تمام كم ما استحقت لاش تقعد من الرياضيين اللي مرات اللي لا 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 عدير بس تأكد أنت نبدأ معك يا فيصل توكل توتي ديل بيرو واضحة توتي تشجع في روما تشجع فيه مع سبب خاطر توتي تمام السبب مكياط نسكافيه نسكافيه عصير قزوز قزوز ودريتشي كزافي كزافي سام شوالي روف خليف روف برشا الريال عني روف برشا يعني الفريق الاول روما تمام هامبورغ شيش شيش جول اسيست جول نصر الحضير عبد الحفيظ دربيش بدينا عادي بدينا في البساطه والله كيما مش بنقول لك هم اثنين مدربين كبار بتجاوب واحد منهم بيعزل بيستعدم البصمه ما زال في اصعب هم اثنين دربوا المنتخب هم اثنين عندهم بصمه سواء مع الفرق والمسكون سواء مع المنتخبات الله يحب هم اثنين هم فضل كبير عدا الله عليا بتجاوب ولا باص مستحيل باص نوجه لهم تحية هم اثنين في رب وفقهم في سنتهم ان شاء الله عبد السلام فيتوري علي الشريف انت شفت مجرد فاضني مصر عليه وانت الاربع ضم واحد منهم يزعل منك يا رب تو اثنين الاولين بلطناهم نحن بلطناهم تمام واثنين هذوما قاعدين يلعبوا معي في الفريق تو كان ما لعبش معاهم تو نقول لك ما تقدرش كمان ليه وقت وكان عادي هم يتحمل مش حيزعل وكان قوم مش حيزعل اصحابك ونجوم كبار هم اثنين نجوم كبار هم اثنين كل واحد يملك الخصال وكل واحد يملك الحاجه اللي خاصه به هو واللي يفرق به هو علي علي كابتن وقيادي ولعيب مهم وفي المباراه الكبيره للامانه ممكن الناس
علي شريف معناته انا احكي لك في نجوم كبار. انا علي شريف ولا عبد السلام فيتوري نجوم كبار بيجي طبعا حتى هو كما قلت لك نجم كبير وهداف ومن نص فرصه يسجل نتمنى يعود المستوى الموسم الماضي والله ان شاء الله بادي ان شاء الله والله نتمنى يعني نجم كبير حسن فيتوري ان شاء الله يرد المستوى صراحه والله نحن كما قلت لك ان شاء الله هو مؤشر كويس بادي النصر اللي فاتت اعطاه مؤشر مش حجاوب باصه والله كانت تخليني باص والله لان هم اثنين نجوم كبار بي تمام انت 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 ماشي لك باصين لكن هعطيك واحد اخر ما فيش باص تجاوب اجباري اجباري تجاوب باش الناس تعرف فيصل الكلمه ولا الفلوس لا ابو فكور مناش الفلوس راح اوكي الكلمه ولا بس الفلوس بس لو بنقول لك الكلمه الناس بيقول لك هذا تو يدي بس انا والله يقدر يوصل انا اسالتك هذا لاني عارف انا شن حتجاوب شن تختار كلمه قبل والله هذه معروفه علي فيصل هذه معروفه علي فيصل انه هو من الشخصيات اللي اعطيه كلمه وخذ راجل للامانه هذه هي معروفه عليك فيصل فيصل البدري نجم كبير انسني وشرفتني بارك الله فيك انا الشرف يعني الحمد لله يعني فيصل الموسم هذا قاعد يقدم في مستوى رائع جدا فيصل انا متوقع تكون في المنتخب قريب بالمستوى اللي تقدم فيه انا ما في علم الغيب لكن انت حتكون في المنتخب من المستوى اللي تقدم فيه لعيب كبير جدا لاعب رفع رايتنا في عالميا وتو قاعد رفع رايه نادي الهلال وبالنادي الهلال من اللاعبين اللي صراحه يعزوا علي فنيا واخلاقيا لاعب ممتاز وكبير فيصل لما درنا البرنامج هذا ونجوم نجم مشوار مع نجم الأسماء الأولى اللي كانت معنا أنا أسنو شرفت إيه كابتن بارك الله فيك كابتن أنا لي الشرف والله كابتن بارك الله فيك كابتن Life on other planets? Several other people with me, sure. You all have the same thing. The number you have called has been disconnected. You all have the same thing. What did he look like? It was standing up there, still. Disconnected.